لا تعدد زوجات فيه إجبار. إزاي؟ إزاي؟ إن الزوجة بتبقى متزوجة مع زوجها، زوجها يروح يتجوز واحدة تانية بدون رضا. بس القانون الآن إن هو يجب أن يكون بعلم الزوجة الأولى، وبالتالي تكون راضية. راضية. الرضا هنا نحلله. أحيانا هي راضية لأنها خايفة من الطلاق، لأنها ما عندهاش ماهية لو طلقها. يعني بغض النظر عن الأسباب هي راضية، ودلوقتي القانون يتيح الخلع للمرأة، يعني التي لا تريد أن تبقى مع زوجها تستطيع أن تذهب للمحكمة قانون الخلع وتحصل على خلع. لا، قانون الخلع بيخدم المرأة أو الزوجة اللي معها فلوس. يعني أنا عايزة فلوس عشان أقدر أخلع زوجي. أولا لازم المرأة تتنازل عن جميع حقوقها، يعني مسألة برضو قوة اقتصادية. طيب يعني أفضل أن يروح يتزوج من يعني امرأة أخرى، ولا زي ما قلتي أنه يذهب إلى علاقات خارج إطار الزوجية؟ لا، هو لازم يا كده يا كده. طب المرأة هل بتروح تتجوز على جوزها؟ هل بتعمل علاقات خارج؟ لا، يعني تستطيع أن تحصل، تستطيع أن تحصل على الطلاق أو الخلع إذا أرادت. طب ما هو يستطيع أن يحصل على الطلاق وبعدين يمشي صح. ولكن يعني ما يمشي صح. أنا عاوز أقول لك حاجة، ليه بنفرق بين الرجل والمرأة ونقول هو يروح يتجوز أو يعمل علاقات أو حاجات، ولا نسأل نفس الأسئلة بالنسبة للمرأة؟ المفروض عشان نعمل أسرة سليمة، وأنا عايز أقول لك كطبيبة وكاتبة وباحثة اجتماعية، الأسرة غير سعيدة، مفككة. الفساد الأخلاقي للرجال خطير خطير. المرأة مقهورة لأن المرأة محكومة. ده احنا بنحجبها، ده احنا بنخليها مش باينة. يعني هذا الحجاب ليس له أي يعني علاقة بهذا الموضوع. في الوقت اللي بنحجب، يعني أنت كل شيء تعلقين على شماعة الحجاب. لا لا لا، بس استنى، المسؤول عن كل المشاكل في مصر. أنا ما قلتش كده. أنا بقول في الوقت اللي بنحجب فيه المرأة بنطلق العنان للرجل علشان يمشي بغرائزه كبهيمة. ازاي يعني ازاي نطلق انه يتجوز عليها او يطلقها او يعمل علاقات خارجيه؟ طب ما الرجل يحكم نفسه، ما يحكم نفسه زي ما المراه بتحكم نفسها. لماذا لا يتحكم الرجل؟ طيب انت عارفه ان في مجتمعات مثلا نسبه النساء الى نسبه الرجال مثلا 6-1 مثلا في اوروبا، مثلا في البوسنه مثلا، يعني اليس تعدد الزوجات هو شرع فعلا يعني حكمه وحاجه حقيقيه عند المجتمعات؟ لا، تعدد الزوجات حل غير انساني لكثره عدد النساء. يعني مثلا لما نيجي في مجتمع والنساء عددهم بقى أكتر من الرجال، نقوم نحل للرجل أن يتجوز 4. طب في الهند في مجتمع الرجال أكتر من النساء، أكتر الرجال عدديا أكتر، نقوم نحل للمرأة أنها تتجوز 4 رجال؟ طب أنت سمعت عن هل أنت سمعت عن الدراسة اللي أصدرتها دار الإفتاء المصرية مؤخرا، وقالت أن كل الأديان وليس الإسلام فقط يبيح تعدد الزوجات؟ يعني على سبيل المثال الإنجيل ليس به أي يعني ذكر ليحرم تعدد الزوجات. لأن جميع الأديان طبقية أبوية، الأديان كلها نشأت في مجتمع عبودي طبقي أبوي، فتعدد الزوجات جزء من هذا، جزء من هذا. ولكن لولا أنه يعني حاجة إنسانية، يلبي حاجة لا 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 إنسانية، لما شرع في كل الأديان وكل الثقافات وكل الحضارات كما تقول هذه الدراسة. هو حل غير إنساني لأن المرأة وضعها أدنى من الرجل، عشان كده بيستسهلوا. لن أقنع. لا لا لا، مش مسألة إقناع. يعني أنا عاوز أقول إيه، الحل الإنساني، تقبل أنت إن إن إنك أنت تبقى زوجتك يبقى لها أزواج آخرين معك. أنا عايز أسألك. لا، عندي أنا عايز لا لا ليس هذا هو الموضوع، ولكن أنت تتحدثين عن الحل الإنساني. مثلا في كثير جدا من الحالات الزوجات هن التي يتطوعن ويطلبن من أزواجهن أن يتزوج بأخريات، مثلا في حالة حدوث مثلا عقم أو غيره. طيب يعني في هذه في حالات إنسانية يكون التعدد فيها ضروريا وحتميا؟ لا، التعدد، افرض ان المرأة لا تلد، يعني عاقر وعايز هو ابناء، يتفقوا مع بعض
وبعدين المرأة ليه بتقبل؟ يتفقوا مع بعض ازاي؟ هم لا يعرفون هذا الا بعد الزواج يعني مثلا. لا يعني يتركوا بعض يعني معنى ايه؟ يحصل طلاق مثلا. طب نهد الاسرة يعني ولا احسن يروح يتجوز لواحدة تانية؟ المرأة بتتخلى عن كرامتها من اجل لقمة. طب اذا كان هن راضيات يعني ايه؟ راضيات بسبب الذل. مش دايما والناس في احيانا بسبب الحب والعاطفه وانهن لا يردن ان يعني يهدمن البيوت العامره وبالتالي يفضلن ان تبقى الاسره وهو يذهب ويتزوج من اخرى. وهو لما يخرج ويتزوج من اسره هذه الحالات موجوده في الواقع. ايوه يعني. ولما يخرج ويتزوج من اسره مش ده بيهد الاسره؟ لا مش صحيح لان هذه الحالات موجوده وبكثره في كثير جدا من المجتمعات يعني. عايزين ننقل على موضوع تاني. بس انا عايز اقول قبل ما نقول كده انا ضد تعدد الزوجات وضد تعدد الأزواج لأن هو ده اللي بيكسر الأسرة. يعني هو ما فيش تعدد أزواج والحمد لله. خلينا نقلك على موضوع خطير.